فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ورهبانية ابتدعوها، وصف الرهبانية بأنهم ابتدعوها لأي شيء؟ ابتغاء رضوان الله، هذا قصدهم. والرهبانية هي التشدد في العبادة، تشدد في العبادة أكثر من المطلوب، هذه الرهبانية. اعتزال الدنيا ولزوم الصوامع، هذا من الرهبانية. هم ما فعلوها قصدا للمخالفة، فعلوها قصدا لابتغاء رضوان الله، لكن إذا كان ذلك يخالف الكتاب والسنة حتى ولو صلحت نية فعل المبتدع فإنها لا تقبل. ابتدعوها، قالوا ابتدعوها، وهذا كاف في ذمها. ولو صلحت نية صاحب البدعة، قال هذا قصده حسن، وهذا لا، ما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، دون نظر إلى نية صاحبه.